عرفها ماراثون جدة الدولي محمد دماس وتفاصيل. أكثر من 6000 متسابق تنافسوا على بطولة ماراثون جدة والذي بلغ طوله 15 كيلومتر، حيث قيم ذلك على كورنيش العروس بمشاركة أبرز العدائين في هذه البطولة. إشغال وقت الشباب بأشياء مفيدة أحد الأشياء التي تهدف إليها جمعية البر. جمعية البر لها نشاطات مختلفة في العمل الخيري والعمل الاجتماعي. وشهد هذا السباق مشاركة طلاب المدارس، حيث أتيحت الفرصة لهم بشكل أكبر ليجدوا التشجيع من الجماهير والذي بلغ طوله 5 كيلومتر. ماراثون جدة هو من باب المسؤولية الاجتماعية اللي احنا نحرص عليها حقيقة بالتعاون مع جمعية البر. ذوي الاحتياجات الخاصة حضروا في هذا السباق، حيث خصص مسارا بلغ طوله 3 كيلومتر وذلك حسب نوع الإعاقة، حيث شهد هذا الماراثون منافسة قوية في كل الفئات. الجديد أنه نحن طولنا الماراثون اللي هو حق المحترفين من 10 كيلو إلى 15، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عملنا حاجة مهمة كثير، خليناها بدل مجموعة واحدة عملناها 4 مجموعات. يسعى المنظمون لتحويل هذا الماراثون إلى العالمية، حيث اعتادت العروس على إقامته كل عام. محمد دماس، العربية، جدة. والختام من السعودية واستعراض بالدراجات النارية. دمتم في رعاية الله.